أنا كل سنة بطلع من الذكرى دي ومن الجواز اللي وزعها الشباب ده بأمل كبير جدا. لما تشوف الشباب ده والإبداع اللي عنده يعني هي دي أكتر حاجة أنا بتسعدني. أنا بقعد الساعتين دول بطلع بمشاعر غريبة جدا وأنا ماشي يعني واخد بالك. شباب من 20 لـ30 سنة في عبقرية في ذكاء في تحس إن روح أحمد فؤاد نجم ما راحتش وكل واحد فيهم بيطلع بيقول إن أنا أول حاجة قريتها كان أشعار أحمد فؤاد نجم. في نفس الوقت احنا كتسمينا جمعية محبي احمد فؤاد نجم الله يرحمه بنتونس ببعض ما بنتقابل. طبعا كل سنة واحد بيغيب يعني الموت وده مكتوب علينا كلنا يعني، لكن اللي بيبقوا فاضلين بيحسوا ان دي الليلة اللي بنقعد فيها كلنا مع بعض ونحس بيه ونلاقيه موجود. هو شخص كان يبعث على السعادة يعني. انا اول ما افتكره اضحك لانه هو كان عنده قدرة ان يقلب اي موقف لضحك بذكاء وبعبقرية فذة. ناهيك بقى على انه كان مثل للانسان المصري الوطني اللي كان يحمل شرف كفاح وشرف الكلمة النظيفة وكان بيحس بالفقير وبالغلبان.